من مارسيليا في الجنوب بينضم إلينا خالد شقير مراسلنا من هناك. خالد، وتيرة تطعيم متزايدة ومحاذير عدة تفرضها الحكومة الفرنسية، لكن في المقابل أيضا وتيرة إصابات تبدو مرتفعة قياسا بما كان. ما الذي يدور فيما يخص الظرف الوبائي في فرنسا؟ تحياتي زميلي العزيز أحمد ليك ولكل السادة المشاهدين. الشهادة الصحية أحمد كما ترى، سواء كانت عن طريق التطبيق الإلكتروني أو حتى الشهادة الورقية، أصبحت واقعا مثلها مثل الكمامة، مثل البطاقة الفرنسية. لا يمكن للفرنسيين الخروج من الشارع، ولا بد من تقديمها سواء في المطاعم أو الحانات أو المراكز التجارية التي تتعدى 20,000 متر مربع أحمد، وأيضا الدخول إلى دور السينما وبعض من المسارح. طبعا كما أشرت أحمد أنت في الخبر، أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي تحدث عن ارتفاع كبير في أعداد الإصابات أحمد بمقارنة في 3 أسابيع، 25% العدد زاد. وأيضا بالنسبة قام ببث رسالة مطالبا العاملين في قطاع الصحة بأهمية الانضمام إلى مقاطعات مارتينيك ومقاطعات ما وراء البحار. طبعا أحمد هذه الحالة التي جاءت نتيجة المتحور دلتا، المتحور المتغير دلتا، ولهذا هناك كثير من الطلبات الآن بأهمية التطعيمات، وبصفة خاصة أن الأعداد المتواجدة الآن في المستشفيات أحمد أكثر من 8,000، وأيضا في غرف العناية المركزة أكثر من 1,500 حالة، وهذا يدعو الحكومة الفرنسية لتوخي الحذر. كان هناك أيضا وزير النقل أو وزير الدولة للنقل اليوم كان في محطة القطارات باري غار دي ليون، وتحدث عن أن الحكومة الفرنسية تفعل الكثير من أجل أخذ طيب خالد التطعيمات. ما كان مفترضا وفق خطة التلقيح المقررة من الحكومة الفرنسية أن الوصول إلى شهر أغسطس بالوتيرة التي كانت متبعة، يعني الوصول تقريبا إلى نحو 70% أو يزيد من البالغين قد تلقوا اللقاحات جرعة أو جرعتين على الأقل. هل بلغت فرنسا ما كانت تريده من هذه النسبة؟ وإذا كانت بلغتها، فما التفسير العلمي المقدم لارتفاع أعداد الإصابات الآن؟ أحمد، التفسير العلمي لارتفاع أعداد التطعيمات أنه لا يوجد أكثر من 60% من الفرنسيين تم أخذهم للقاحات. فرنسا تريد الوصول إلى رقم 50 مليون أحمد في نهاية هذا الشهر. حتى اليوم وصلنا إلى أكثر من 444,600,000 ملقح. الحكومة الفرنسية تسعى وبوتيرة سريعة للوصول إلى هذا الهدف، وهو الوصول بالفرنسيين إلى 50 مليون في نهاية هذا الشهر، وإلى 90% وأكثر من 85% من نسبة الفرنسيين في الخريف القادم لابد لهم من التلقيح. وطبعا كل وزارة الصحة أصدرت عدد الإصابات وأكدت عن أكثر من 85% من الإصابات المتواجدة في المستشفيات أحمد هي من غير الملقحين، ولهذا كل النديات الآن فرنسا أمامها سلاح واحد، وهو السلاح التطعيمات، وهو هذا السلاح الذي سيحمي ليس فقط الفرنسيين من الوباء، ولكن الاقتصاد الفرنسي من الانهيار وعدم الدخول مرة أخرى في حجر صحي أو فرض الاتجوال. وهذا ما تسعى إليه الحكومة الفرنسية وبقوة، وكل الرسائل التي تؤكد عليها الحكومة الفرنسية سواء من رئيس الحكومة أو من وزير الصحة. وفي انتظار بعد الغد لقاء خاص جدا لاجتماع لمجلس الدفاع الوطني عن طريق الفيديو كونفرنس، نعم. أحمد في يوم 11 يوم الأربعاء وبمشاركة الرئيس إيمانويل طيب. ماكرون من مقر حتى قبل هذا الاجتماع وقبل الوصول إلى شهادة تلقيح أو تلقي التطعيم وفق الصيغة الإلزامية التي تعمد إليها الحكومة الفرنسية، الدوري الفرنسي بدأ، والليغا ربما هو أول الدوريات الأوروبية التي تبدأ مباشرة، وعدد الحضور الجماهيري المسموح به يبدو كبير للغاية. ولديكم في مارسيليا حقق الفريق أول فوز بمباراة بايه. ما الذي يحدث في هذا؟ هل كل الحاضرين إلى هذه الملاعب يتعين عليهم تلقي اللقاحات؟ هل كل الحاضرين بالفعل هم ممن تلقوا هذه اللقاحات؟ وهل هناك نية لإعادة تقييم الوضع على مستوى حضور كثيف جماهيري بهذا الشكل؟
تحياتي احمد. طبعا هذه النقطه خاصه جدا، فريق اولمبيك مرسيليا حقق بالامس فوزا كبيرا خارج الملاعب، خارج يعني خارج مدينه مرسيليا وعلى ارض مدينه مونديه، بعد ان كان خاسرا بهدفين لصفر استطاع تحويل هذه الخساره الى فوز مستحق في اول مباراه من مباريات الدوري الفرنسي فيما يخص فريق اولمبيك مرسيليا. كل الداخلين الى الملاعب احمد هم من الذين حصلوا على التلقيحات، وهذه يعني بهذه الشهاده الصحيه تستطيع الدخول الى طبعا الى الملاعب والى الصالات، وهذا ما فرضته واكدته الحكومه الفرنسيه، وذلك في تفادي الخسائر التي تعرضت لها الملاعب ليس فقط الفرنسيه ولكن ايضا الاوروبيه، منها ايضا مشكله برشلونه التي من خلالها ونظرا للخساره التي تعرضت لها هذه الانديه بتريد الان تخفيض اعداد اللاعبين الذين تقوم بشرائهم. خالد شقير مراسلنا على الهواء مباشره من مدينه مرسيليا، اشكرك شكرا جزيلا منضما الينا على الهواء مباشره.